وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تارت التفاح، وتاني حاجه هتكون كيك كاسترد الكرفس. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصف حلقه النهارده اللي هي تارت التفاح. ومقادير التارت هتكون نص كوب زبده، 2 معلقه كبيره سكر، بودره، 1 بيض، 1 معلقه صغيره فانيليا، 1 كوب دقيق، ونص كوب لوز مفروم. وبالنسبه لكريمه اللوز هيكون 5 معالق كبيره سكر بودره، 5 معالق كبيره زبده، نص معلقه صغيره فانيليا، نص معلقه صغيره روح اللوز، 1 بيض، 5 معلقه كبيره لوز بودره، و2 معلقه كبيره دقيق. بالنسبه للتفاح هيكون 2 كوب سكر، 3 معلقه كبيره زبده، و4 تفاح مقطعين الى 8، كل تفاحه 8. نبتدي نحط السكر على النار علشان الكراميل يبقى جاهز على الوقت اللي نحضر فيه بقيه الحاجات. ودلوقتي نبتدي نعمل العجين. هنحط كل المقادير ما عدا البيض والفانيليا، هنحطهم مع بعض، ولما يبقى الملمس بتاعهم ملمس رملي هنضيف البيضة والفانيليا. كده العجينة جاهزة. لو احتاجنا نحطها في الثلاجة شوية قبل ما نفردها ممكن، وهناخدها نفردها في صينية التارت وندخلها الفرن ونخبزها تماما، يعني هنشيل طبقة البقول في النص ونكمل سواها. هي ساعة هتدخل الفرن بعد كده، لكن مش هتقعد في الفرن كتير لدرجة ان القاعدة كلها تستوي، فبنسويها كلها الأول. أبص على السكر وبعدين نرجع نعمل كريمة اللوز مع بعض. أوكي، جزء من السكر ابتدى يدوب، هنحط الباقي. ونسيبه برضو يدوب معاه لحد ما نجهز كريمة اللوز. وبالنسبة لكريمة اللوز هنحط الزبدة والسكر البودرة وهنضربهم مع بعض، وبعد كده هنضيف البيض والمقادير الجافة. دلوقتي هنحط البيضة والفانيليا روح اللوز، والمقادير الجافة، ونخلطهم كلهم مع بعض. هناخد كريمة اللوز نحطها في التارت
ونفردها. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 150، وهنسيبها حوالي 20 دقيقة لحد ما تحمر. وده هيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. نبص على السكر، قرب يدوب كله، وهو لما بنعمله على الناشف كده بياخد اللون الكراميل أسرع بكتير من لما بيبقى فيه مية، لأن ما بنبقاش محتاجين إن احنا نرجع نبخر كل المية اللي حطيناها معاه. بس ده بيتحرق بسرعة أكتر لو ما خليناش بالنا عليه، بيغير لون على طول بسرعة. اوكي، هو دلوقتي وصل للون حلو. هنقلب معاه التفاح. وهنحط كمان شوية زبدة. طبعا الكراميل هينشف اول ما بنحط التفاح، لان التفاح ساقع، لكن هيرجع يسيح تاني. وهنسويه على النار دقايق بسيطة مع السكر لحد السكر ما يرجع يسيح تاني. وفي الآخر بنطلعه من السكر وبنصفيه، وبيبقى بالشكل ده. وناخد التفاح اللي بالكراميل ونبتدي نرصه. فوق التارت. وبكده نكون خلصنا أول وصف حلقة النهاردة، ويا رب تعجبكم، وأشوفكم بعد الفاصل ونكمل حلقة مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، نعمل تاني وصف حلقه النهارده اللي هي كيك كاسترد الكرفس. ومقادير الكيك: نص كوب سكر، 4 صفار بيض، نص كوب عصير كرفس، نص كوب كريمه، ربع كوب نشا، 1 كوب قشطه. وبالنسبه للكيك هتكون 8 بياض بيض، 2 معلقه صغيره سكر، 1 كوب زبده، 4 كوب دقيق اللوز او لوز مفروم، 2 كوب سكر بودرة، نص معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة فانيليا، و8 صفار بيض. هنبتدي بالكيك. هنحط بياض البيض وهنضربه الأول لحد ما يبقى هش ولونه أبيض، وهنحط معاه رشة الملح. دلوقتي هنشيل البياض ونحطه على جنب لحد ما نخلط بقية مقادير الكيك.
حنحط الزبدة والسكر البودرة هنحط الفانيليا مع صفار البيض ونبتدي نزود صفار البيض على الزبدة والسكر أول ما يختلطوا مع بعض كويس. ودلوقتي هنبتدي نضيف عليهم اللوز المفروم مع بياض البيض نقلبهم بالراحة وبعدين نرجع نضيف شوية لوز وشوية بياض بيض تانيين لحد ما نخلص الكمية. هنجيب صينيتين متحضرين بالزبدة والدقيق ونحط فيهم خليط الكيك. نفردهم وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 160 وهيقعدوا في الفرن حوالي 30 دقيقة. ودلوقتي نبتدي نحضر كاسترد الكرفس. هنحط عصير الكرفس والكريمة على النار. هنجيب صفار البيض وهنخلطه مع السكر هنزود عليهم الدقيق أو النشا أنا أسفة. نحط نص الكريمة وعصير الكرفس فوق صفار البيض والسكر والنشا نرجعهم على النار مرة تانية.
ونحضر بول نظيف ونبتدي نقلبهم على النار لحد ما يبقى أسمك، وبعدين هنسيبه يوصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده هنقلب معاه القشطة. هو كده جاهز. زي ما قلنا يفضل طبعا لما يبرد نحط معاه القشطة، بس انا هحطها دلوقتي. وبكده يكون كاسترد الكرفس جاهز، ونجيب الكيك ونبتدي نزينها. ده بيكون شكل الكيك، وده الكاسترد. هنحط شوية من الكاسترد فوق الكيك، عشان نحشيها من النص. وبعدين نحط الطبقة التانية. نحط بقية الكاسترد فوق الوش. ونجيبه على الجنب كده عشان يبتدي هو ينزل من على الجناب بالراحة خالص. وهنزوقه بالتوت أحمر. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.